جمهورنا الغالي اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده وفي الميدان يا حميدان. صلوا على النبي العدنان، صلوا عليه وسلم عليه وعلى اله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطاهرين، صلوا على رسول الله. واحنا الان في حلقه ان شاء الله بتكون مميزه. انا سعيد جدا برفقه الاستاذ خالد الجبري، وان شاء الله يعني فريق فايز. قلت لك المره الاولى يوم لك ويوم عليك. ايوه اليوم لي ان شاء الله. اليوم لي كم لك؟ كم لك؟ ما فزت. طبعا نزال جديد وتحدي جديد معاك يا عبد الله الفنان الرائع هذا الذي اسعد دائما واحب شخصيا. انا افدى الروح. الله يحفظك ويعافيك. اتعرف على فريقي. عم سعيد هذا عم سعيد مو عاد تشتغل عليه. مو عاد تشتغل عليه. هذا تشتغل في مطعم الشيخ رشوش. رشوش اسمك؟ البراء محمد. البراء. اسامه محمد. اسامه محمد. عبد الفتاح حامد. عبد الفتاح حامد. خلفان محمد. خلفان محمد. يا سلام، تحيه للاخضر. اخضر والنبي صلوا على النبي. 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 والله صلوا على النبي. اخضر. يلا عاد نشوف. يلا انت غني ذا الحلو بعد عاد نشوف بعدين. الان نشوف فريقي، والفريق انا قلنا دائما الشي صوت يهز الميدان. ها يلا نتعرف على الفريق الاحمر. نبدا هاشم محمد. والله انه هز الميدان. هز الميدان. هزنا هز. محتاج ليش؟ هالي بعده محمد جمال. محمد جمال. موسى خالد. والله انهم ضابحين يا استاذ، ضابحين كلهم امان. ها احمد حسين. احمد من؟ احمد حسين. علي عبد الواسع. علي عبد الواسع عندك وصلحه. يلا مشاهدينا الكرام الشوط الاول. مشاهدينا الكرام نبدا الشوط الاول. اثنين من فريقي واثنين من فريقك. جاهزين؟ جاهزين. يغطوا رؤوسهم بالشواله وينطلقوا. يغطوا رؤوسهم. ايوه يلا اثنين غطوا ويرجعوا رسم. خلف وهم مغطين رؤوسهم على ظهره. خلف على ظهره. يلا جاهز؟ جاهزين. يلا شد الهمه يا شباب. يلا واحد اثنين ثلاثه. نقطة لصالحي. خلاص طيب. ايوه لازم نعرف الناس ان النقطة لصالحي. يلا والاستاذ ما بيش معاشي والنقطة اللي عجيني صالح ان شاء الله. والان حنبدا الاثنين الثاني. واحد اثنين ثلاثة. مشاهدينا الكرام الان الشوط الفاصل، يعني الجوله الفاصله. واحد من فريقي وانا بشارك معه. يا سلام. واحد من فريقك وانت بتشارك معه. ادخل انا معهم. نعم. اعرف امور وانا اعرف امورين. يلا نشوف. بسم الله. اختتمت على فوزي انا وبكل شرف وحياديه وعدم مغالطه، وفزنا بشرفنا وعرق جبيننا وتعبنا. تحيه تحيه. تابعونا في الشوط الثاني. الان مشاهدينا الكرام الجوله الثانيه. اثنين باثنين نفس الاوله، بس مربطين ارجلهم. مربطين ارجلهم. جاهز؟ جاهز جاهز. وبمناسبة فوزنا في الأولى نقول لهم ايش اسمك؟ احمد حسين. تفضل.
قفز 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 ها واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة حبايبنا طبعا الان ربطنا رجلهم وعيونهم كتفناهم وايديهم ما عبش الا بس الان نزال داخل الحلبه هذه داخل الدائره 60 ثانيه نعم الفريق اللي يخرج الثاني هو الفائز صح وهذا الشوط انا بحسمه انا ايوه والله بحسمه باذن الله ان شاء الله ان شاء الله انا عندي اصرار وعندي فريق وعندك 5000 سلف يهزون الجبال اي الحين سلفتني 5000 من هذاك اليوم ما سلفتني والله ما سلفني بيها الان نعد لهم لا اشوفوا كيف مربطين مربطين يلا راح شواله يلا شواله تلبس تلبس يا شواله شوفوا واحد نقطة للفريق الأحمر لكن إن شاء الله نشوف الجولة الثانية واحد اثنين ثلاثة مشاهدينا الكرام الان الجوله الحاسمه انا حسمت الجوله الاولى على الشوط الثاني ايوه صح حسمته لك وهذا بحسمه انا ان شاء الله باقي واحد من فريقي وواحد من فريقي هم اللي بيحسموها اي واحد يفوز حسم النزال لصالحه والوجيه خليناها مكشوفة مكشوفة نعم مكشوفة عشان نسهل الموضوع ونشوف من حيفوز يلا يلا واحد اثنين ثلاثة لا تتركش لك يا مكشوف لو سمحت فهمني كيف فزت لما تفتح تحتفلوا وترقصوا على اي اساس لحظه يا استاذ شوف انا والجمهور شاهد انني ما غلطت وفزنا وبدون اي مغالطه بدون اي شيء يعني الفوز محسوم لي كيف طبعا صاحبك حاول انه يفكر هكذا يجتهد ففكر انه ينزل هكذا ويعطف صاحبي يخرجه فخرج عن الدائره بكامل وطرحه قبل صاحبي تمام يا خيل ارجوك يا خيل ارجوك يا خيل ايوه بس عقلك عقلك وراسك خارج عقلك وراسك وجسمك خارج الحكم ما يقول الحكم يقول احلقوا له عشان يفكر مره ثانيه صح
الحكم يقول أن الفائز كان بكل وضوح الفريق الأحمر. يوم عليك نفس المثل حق اول ما فرق شيء اليوم لك واول لي وبكره ان شاء الله عليك ان شاء الله. الفريق الاحمر حاصل على مبلغ وقدره 140 الف ريال و 120 الف للفريق الاخضر وصاحبنا اللي يرجله من الخارج 120. مشاهدينا الكرام خلص وقت الحلقة وقت البرنامج، نلتقي غدا إن شاء الله بنفس الوقت ونفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله.